مشاهدينا والى الرياضه اسلوب حياه، ورجعنا لكم لهالموضوع المتميز. اليوم بيكون معنا بنتكلم عن التغذيه الصحيه والرياضه اسلوب حياه. فعلا يا سهام، وانا لازم اغير من نمط اكيد حياتي. انا ترى جاي بقول شيء، كنت بس خفتك تزعل. لا قول. جايب لك كابتن رياضه بكبره عشان يستلمك اليوم. الله حق، انا من شفته خفت يا سهام، قلت لازم احب الرياضه، لو هي ما تحبني انا لازم احبها وابدا اغير نمط الحياه. اهلا بالكابتن محمد عادل باتيستا، اخصائي التغذيه ومدرب معتمد من الرابطه الدوليه لعلوم الرياضه. اهلا وسهلا فيك. اهلا بك كابتن، عليك فيك. انا توني اقولها، يقول لي كيف بيا الرياضه، انا اقول حب من طرف واحد. يعني انا احنا عايزين بقى نخليك حب من طرفين، لانه هو يحب الحب الثاني عند العميق اكيد الاكل. طبعا النهارده ان شاء الله بعد ما نخلص هتحب الرياضه ان شاء الله. ان شاء الله. هو انا دوما اسمع كذا يا كابتن الاكل. انت لما تشوف فوائد الرياضه قبل كل اشتراك في الجيم اسمعها كذا. لما تشوف فوائد الرياضه اكيد هتحب الرياضه يعني. زين، خلينا نتكلم عن التغذيه الصحيه وكيف ممكن انا ابدا يعني اعيش الحين. انا يعني كمثال ابدا ما اكل من الوجبات السريعه بعد البرنامج الساعه 1 او 1 ونص بالليل. تمام. وابدا اسوي رياضه. طيب. والاشتراك جاهز في الجيم والمدرب جاهز. العزيمه والقوه. يعني في البدايه انت لازم تعرف الفوائد الاكل الصحي وفوائد الاكل اللي انت بتاكله بره، اضرار الاكل اللي انت بتاكله بره. الاكل عموما بيكون ليه كميه عناصر غذائيه مهمه وفيتامينات. الاكل الجانك فود اللي انت بتاكله بره ده ما بيكونش فيه اي حاجه من العناصر دي، غير زياده على كده ان انت هتلاقي في الاكل الغير صحي انه مش نظيف. اوكي. فبتكون نسبه البكتيريا والاضرار منه اكبر، فده ممكن يعمل لك مشاكل صحيه. يعني حاليا منتشر جدا عند ناس كتيره مشاكل في الهضم، او اللي هي جرثومه المعده هتلاقيها منتشره كتير جدا، او مشكله في القولون مثلا، بيحصل له مشاكل في القولون. ده اغلبها بسبب اكل الشارع او اكل المطاعم، لانه مش بيراعوا ان هم يستخدموا منتجات نظيفه. يعني لو انت بتاكل، تنزل سوبر ماركت تشتري حاجه، تروح تنقي افضل انواع اللحوم وتشتريها. صحيح. لكن اللي في المطعم هو هدفه ان هو يزود نسبه المكسب عنده، فللاسف بيستخدموا مكونات بتكون رديئه جدا علشان يزود نسبه المكسب. وكثره هالمطاعم بعد كثره زياده. المطاعم منتشره جدا والناس بتستسهل، يعني بيبقى ماشي في الشارع بدل مثلا بيجوع بيدخل اي مطعم ياكل فيه، رغم ان قدامه حلول كتيره. ممكن يبقى معاه فاكهه، يستخدم مثلا زي اللانش بوكس في الشنطه بتاعته، يكون حاطط فيها سناكس او حاطط فيها حاجه، بحيث ان هو لما يجوع وهو خارج البيت او في الشغل يقدر ان هو يلاقي حاجه تصبره لحد ما يقدر يروح مكان ياخد فيه اكل نظيف. بس مشكله الدعايات، الدعايات حتى لو انت بتصبر نفسك وكذي ما تروح على الدعايه. هي الفكره كلها ان بقارن، اي انسان بيقارن كميه الاضرار من اي حاجه مع كميه الفوائد، وبناء عليه المفروض يختار الحاجه اللي فيها الفائده. شكلك ما اقنعته. في 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 فيديو منتشر حتى من فتره، يطلع واحد اعلامي يتكلم يقول انا اكل مجبوس بالليل، ما يخصك انت تقول لي عليه اضرار ولا ما، انا حر، انا بموت وانت بتموت. اكيد اكيد هو حر، بس هي نقطه في حاجه، في عمر وفي عمر افتراضي. العمر اللي هو انا هعيش كام سنه في الحياه، تمام؟ فكلنا مثلا ده عمر ربنا كابتن، لا عمر الانسان. أيه. في عمر وفي عمر افتراضي. العمر مثلا انا عايش 60 سنه، عايش 70 سنه، ده مش هقدر اتحكم فيه كابتن. في عمر افتراضي بقى. بعرض عليك وجبتين، وجبه الغداء بعد يوم متعب وشاق في الدوام، تمام، ترجع البيت الله. تشوف العيش، سمك ابيض، سمك هذا سمك او لحم او دياي، وكل ما لذ وطاب من المجبوس او برياني وغيره. بعد ما تاكل تحس اجمل قيلوله تلعبها في حياتك، تمام. تنامها للعصر، حلو، تقوم تمارس يومك العادي، تمارس الرياضه ما في مشكله. ترجع بعد يوم متعب المساء، وين محاك؟ تختار لك اجمل وجبه، اجمل وين محاك متعب اذا انت اخذتها بقيلوله؟ يعني التلفزيون ان انت تقدر تاكل كل الاكل ده. انا سعيد في حياتي. ما تقدر تاكل كل الاكل ده وانت عامل دايت، بس هي الفكره كلها. يا سلام، انا الحين انا بديت اقتنع. في خرافات كتير جدا منتشره في الانظمه الغذائيه. يعني هديك مثال بس في النظام الغذائي، ان مفيش اي اكل بيتخن ولا اي اكل بيخسس ولا اي اكل بيثبت الوزن. والمي اللي يسوي كرشه، ولا في حاجه اسمها لما اشرب ميه وسط الاكل تعمل لي كرشه، ولا الميه بتعمل كرشه. الله يبشرك بالخير. زي ما حضرتك مثلا النهارده مثلا احنا قلنا هنعمل برنامج الساعه كذا، دي ارقام، ولما بتيجي مثلا تشتغل بتقول انا هقبض كام، بيقول لك ارقام، تمام؟ صحيح. فكل حياتنا ارقام، سني ارقام، سن حضرتك ارقام. صح. المستويات التعليميه، المستويات، الدرجات الوظيفيه ارقام. فحتى العلماء قدروا يترجموا الاكل الارقام، لان كل حاجه في حياتنا عباره عن ارقام، عدد ايام السنه، عدد ايام الاسبوع. فعملوا مقياس للاكل حاجه اسمها السعرات الحراريه. فاي حد فينا ليه عدد سعرات حراريه في اليوم، كل اكتر منها وزنه هيزيد، كل اقل منها وزنه هينزل، كل نفس السعرات ثابت هيفضل ثابت.
طيب انا بحسب السعرات دي ازاي؟ بطريقه بسيطه جدا، يا اما بنزل ابلكيشن بيحسب السعرات، يا اما بيكون في معادلات موجوده ممكن تسرش عليها على جوجل او حاجه وتلاقيها، بتدخل وزنك وبياناتك بيطلع لك انت ليك كام سعره حراريه في اليوم. وبنفس الطريقه بتسرش على الاكل نفسه سواء على جوجل او على الابلكيشن، في ابلكيشن كتير بيحسب السعرات، بتسرش على الاكل وبتقدر تحسب انت تاكل كام سعره. كابتن كمل اتفضل. تمام، فما فيش اي اكل انت هتاكله سواء مكبوس او سمك او اي حاجه هتزود وزنك لو بتاكل اقل من سعراتك او في حدود سعراتك. حلو. طيب ازاي انا اقدر اكل اكل صحي بسعرات قليله؟ زي مثلا انت عايز، زي ما انت بتقول عايز تاكل مكبوس. تمام، فكل بس. القصه ان انت الكميه نفسها هتحسبها، هتحسب سعراتك، فهتستخدم مثلا الرز اللي هتستخدمه مثلا بكميه معينه، مش شرط انك تعمل. المشكله شو قصته؟ هي تحط لك صينيه ايش كبرها مو بتعتل هي قال يلسى هي تخرب الدنيا. يعني تدري شو الكابتن لما يجيبوا لك صينيه بروح منفصله، هاي تمام منفصل ما تحسب لذات الاكل، ما تحمل المصيبه من راسها. هاي النقطه بقى اللي انقهر منها اكثر، في ناس ياكلون اكثر عني واكثر عن شبعه مثلي وما يمتن. ده بيكون حاجه من الاثنين، يمكن يتريض ما يتريض، نفسي 24 ساعه وياي يكون عنده مشاكل في الهضم. ايه؟ فجسمه مش بيستفيد بالاكل فاغلب الاكل جسمه بيبني بره. بس اكيد متعب له بالنسبه له، اكيد في اضرار صح؟ اكيد في اضرار صحيه كبيره جدا. اي حد بياكل اكل غير صحي ففي اضرار كبيره جدا. اولا الضغط، السكر، صحيح، كل الامراض المنتشره جدا في ناس سنها صغير، غير مشاكل العظم بسبب عدم ممارسه الرياضه، مشاكل المفاصل كلها بسبب عدم ممارسه الرياضه وبسبب الاكل غير الصحي. فده اللي انا كنت بتكلم عليه في اول حاجه، اللي بقول لك في عمر وفي عمر افتراضي. العمر اللي هو ربنا سبحانه وتعالى مقدر لي ان انا اعيش 60 سنه في الدنيا. طيب هفضل واقف على رجلي لحد كام سنه؟ هي دي بقى العمر الافتراضي. لو انا قدرت اكل اكل صحي وقدرت ان انا امارس رياضه على مدار حياتي، فانا كده بضمن لنفسي ان انا باذن الله طبعا كل حاجه، هضمن لنفسي ان انا لحد اخر وقت هقدر افضل بصحتي بكامل صحتي، مش محتاج اروح للدكتور. صحيح. في مرض مثلا زي السكر، السكر مرض وراثي. صحيح. ولكن السمنه هي المؤثر الاكبر في مرض السكر. يعني ممكن شخص يكون عنده تاريخ وراثي لمرض السكر في الاسره، لكن هو لما يمارس الرياضه ولما ياكل اكل صحي يقدر يحمي نفسه من ان هو يصاب بمرض السكر. سبحان. تمام. في امراض كتيره جدا زي الضغط، ده بيجي برضو بسبب زياده كميه الاكل وبسبب زياده كميه الملح في بعض الاكلات اللي بياكلها، لان طول ما انا ماشي باكل اكل غير صحي انا بعرض نفسي لاضرار. زياده السمنه وايد زايده يعني. اكيد طبعا امراض السمنه منتشره كتير جدا. المشكله الاكبر هي انتشار الخرافات، زي مثلا المشروب الحارق، الناس بتفكر ان في ممكن اشرب مشروب او حاجه يحرق لي الدهون. يا كثر دعايات الاحزمه اللي بتتلبس، الكريمات، البطن هتخسسك، الميه وسط الاكل بتعمل كرش. مثلا خرافه زي مثلا ان مواعيد الاكل مؤثره في انك تزيد او تقل، لازم توقف تفطر، تصحى بدري مثلا تفطر، لازم توقف اكل الساعه 6 المغرب. كل الكلام ده غير صحيح. انت اهم حاجه مقياس عندك هو مقياس السعرات الحراريه زي ما قلنا، والكمية. لازم تحسب سعراتك وتشوف انا باكل توتال سعراتي خلال اليوم كام سعر. لو كلت اقل منهم انت اكيد وزنك هينزل. أكيد. سواء بقى شربت مشروبات حرقه او لا، المشروبات دي كمان بتبقى اعشاب، ما ينفعش ان انا استخدم الاعشاب بكميات كبيره بدون ما يكون لها وصفه طبيه، لان الاعشاب دي تستخدم في صناعه الادويه. فانا لما امسك مجموعه اعشاب واخلطهم على بعض واشربهم ممكن يعملوا لي اضرار كبيره جدا للمعده. حلو اللي بيستويا. بالظبط. الله يعطيك العافيه. فاي حد عايز يحول حياته لحياه صحيه الموضوع سهل جدا. هو هيقدر يعمل كل الاكل اللي احنا بناكله، هيقدر ياكل جميع انواع الاكل بس بطرق صحيه. يعني حاليا موجود متطور جدا ادوات صحيه زي مثلا المقلاه الهوائيه اللي هي بتقلي البطاطس والدجاج بس بالهواء السخن. فبدل مثلا ما انا هعمل بدل ما اجيب صينيه واعمل حمام سباحه كده الناس تحط فيه المسقعه، يعني خف من المسقعه، لا استخدم معلقه واحده زيت وهعمل وهطلع نفس النتيجه بنفس الطعم. نفس الطعم. فهي المشكله بس انتشار الخرافات في الدنيا. انت حلو حافظت العلاقه بيني وبين الاكل. تمام. ولكن تبغى تقوي العلاقه بيني وبين الرياضه، فانا يعني ما في مشكله بس ان شاء الله اكيد بتتقوى. تمام. خلينا نتكلم عن اضرار الرجيم القاسي اللي هم يكونون طبعا في السمنه وفجاه تبعون رجيم قاسي وهذه بهدلها. تمام. احنا كلنا لينا احتياج من السعرات الحراريه زي ما اتفقنا. في حاجه اسمها معدل الايض القاعدي اللي هو عدد السعرات اللي جسمي بيحرقها بدون اي مجهود. يعني انا لو قمت من النوم وفضلت على السرير بتاعي ما اتحركتش خالص، جسمي هيحرق متوسط حوالي 1200 سعره حراريه.
دول هيحرقهم ليه؟ لان القلب محتاج يشتغل، فمحتاج طاقه عشان ابص هنا وهنا وعشان افكر وعشان لو هشرب ميه هستخدم ايديا وعلشان احرك شفايفي، كل ده محتاج طاقه. الكلى عشان تشتغل محتاجه طاقه. صحيح. فلما باجي بعمل دايت قاسي اغلب الانظمه القاسيه بتكون اقل من 1000 سعر او اقل من 600 سعر، فكده هيبتدي انا باكل اقل من احتياج العمليات الحيويه اللي هي القلب عشان النبضات تبقى منتظمه، اللي هي الكلى عشان تاخد الدورات بتاعتها، فكده انا اثرت على صحتي. كابتن محمد شكلك انت قاسي او شديد في التدريب. من اللقب اكيد باتيستا صح؟ ايوه. ليش سموك باتيستا؟ وحش في التمرين ما تفهم؟ انت تقول اول ما شفته خلاص اقتنعت برياضه. انا في تشابه في الطول شويه وال في هذا مو شديد في التمرين اساسا خالص. لا في التمرين طبعا. لا كذا انا ما انا انا بالنسبه لي التمرين انا كابتن. انا ممكن استلمه يا كابتن. عاوزين مدرب. لا انا استلمه اكيد. استلمه يا كابتن. اكيد طبعا. مدرب حنين ما فيش. لا لا اعمل ما انا هاخدك درجه درجه لحد ما توصل تبقى زيي. يا ليت والله يا ليت. بشكلك هو. انت انت شكلك يوم شفته يعني هو بروحه يوم شافك قال لك لا هو هو, هو لو خد الموضوع بالنسبه له ان هو يبقى لازم اي حد فينا عشان يعمل اي حاجه يبقى عنده اهداف اراده اهداف. ما هي الاراده دي بتيجي بالهدف. شو هدفك؟ حط هدفك هناك. فلازم يحط هدف معين عايز يوصل ليه، بناء عليه الإرادة بتتحول إن أنا عايز أحقق الهدف ده. نعم. أنت زي ما قلت عزيمة، لأن كنت بسويها عزيمة أنا. هي إرادة. إحنا ما نبغى عزيمة الصواني. ولا هيجيب لك الإرادة وهيجيب لك العزيمة هو الهدف. بس إحنا ما نبغى عزيمة الصواني. لا هو عايز عزيمة عايز عزومة. الله يعطيك العافية. شو تحب تأكل كابتن، بحري ولا؟ أنا سألناك بس لازم نسألك على الأكل. يعني ما عنديش اهتمامات قوي بإن أنا آكل حاجة معينة، بس يعني ممكن أقول لك لو فكرت في حاجة كلها ممكن اللحوم. اللحوم والوجبات السريعة كيف علاقتك وياها؟ آخر مرة ممكن من 4 سنين أو 5 سنين أكلت في مطعم. والكافيات وهالسوالف. خليش كوفيات بس كيف تقدر الكوفي ما فيش منه مشكلة على فكرة. الكوفي حاجة مفيدة جدا بس لازم أستخدمه بكميات معينة، مثلا 2 فنجان في اليوم 3، لأن أنا جسمي ليه احتياج من الكافيين والكافيين صح. عنصر مهم كمان. صح. لكن هي المشكلة إن لو هستخدم كميات كبيرة من الكافيين يعني الجسم بيحتاج حوالي 300 ميلي جرام كافيين في اليوم، فدول تقريبا ممكن يكونوا حوالي 3 كوب قهوة أو حاجة في اليوم. المشكلة إن في ناس بتتعدى الكميات دي، بيشرب مثلا 6 فناجين 10 فناجين على حسب المزاج أحيانا. فهو كده هيتعدى ال 400 ميلي جرام كافيين، فيدخل في حاجة اسمها أضرار الكافيين. أضرار الكافيين دي ممكن يحصل له أرق، ما ينامش كويس. إيه صح. يبقى عنده صداع على طول، ممكن يحصل له رعشة كمان في إيديه أو حاجة من زيادة الكافيين اللي هو بيستخدمه. فالفكرة إن كل الأكل مفيد زي ما قلنا، ما فيش حاجة ممنوعة، بس هي الفكرة أستخدم كل حاجة إمتى. تاني حاجة في دايت أصلا في أنظمة غذائية، في نظام اسمه نظام المرونة. نظام المرونة بيتكلم إن أنت تقدر تحسب سعراتك وتاخد جزء منها حاجة براحتك علشان تقدر تستمر، لأن أهم حاجة في أي نظام غذائي إنه يكون مناسب للاستمرار. لو عملت نظام غذائي ليكي وانت في اكلات مش بتحبيها فمش هتستمري، فمش هتوصلي للنتيجه. شيء تحبه بس انه بطريقه ثانيه عشان تقدري توصلي للنتيجه، انا محتاج اعمل لك حاجه مناسبه ليكي. فمناسبه ليكي اول حاجه لازم في اي نظام غذائي نراعي ان الشخص في اكلات مش بيحب ياكلها، نراعي ذوقه في الاكل، بيحب الحاجات اللي فيها كارب اكتر، بيحب الحاجات اللي فيها بروتين اكتر، بيحب الحاجات اللي فيها دهون، لان الدهون مش ممنوعه برضو من احد الخرافات. الناس معتقده ان الدهون بتتخن. لا، انت لما بتاكل اكتر من سعراتك ايا كان كارب او بروتين او دهون وزنك هيزيد. صحيح. لكن طول ما انت بتاكل اقل من سعراتك وزنك مش هيزيد. فالفكره كلها ان انا عشان اعمل نظام غذائي مناسب لازم يكون مناسب للاستمرار. فنظام المرونه من افضل الانظمه. السكر والشوكليت وهذا بالظبط، الحاجات دي فيها سعرات كتيره جدا لدرجه ان في ناس وزنها بيزيد مش من الاكل، من الحاجات الصغيره، شوكليت بس، شوكليت وبسكوتها مثلا وشاي فيه سكر وقهوه فيها سكر، يلاقي نفسه بيجمع 1000 سعر او 1500 سعر من حاجات هو لسه ما اكلش اي وجبه. مره كابتن انا وقفت عن السكر المضاف يمكن لمده 2 أسبوع 3 هتحس بفرق طبعا، ينزل وزن بعد كبير، يمكن 4 ولا 6 كيلو على وجهي وعلى وايد امور في حياتي فرق. بس السكر المضاف يعني لا، يعني انا من عادتي ما اشرب مثلا اشرب البلاك كوفي بدون شكر. لكن الامور الثانيه الكاكا والامور هذه حسيت بفرق كبير يا دكتور. وفي نقطه ثانيه، الجوع عندك هيقل، كل ما تزود السكر في اكلك كل ما الجوع يزيد، كل ما تقلل السكر في اكلك كل ما الجوع يقل. معلش انا غلطت قلت دكتور، لكن معلومات صدق معلومات جميله دكتور في الجيم تغذيه بقى معلومات قيمة صراحة، أكيد فادنا فيها وفادك فيها، وأهم شيء إقناعك وإقناع المشاهدين طبعا بأن الرياضة فعلا أسلوب حياة.
شكرا لك الكابتن محمد عادل باتيستا، اخصائي التغذيه ومدرب معتمد من الرابطه الدوليه لعلوم الرياضه، نورتنا. وان شاء الله من اليوم مش من باكر، من اليوم بعد البرنامج ان شاء الله راح ابدا نمشي قبل الاكل. اكيد طبعا. لا انا خلاص هستناك بقى في الجيم وتتمرن عشان نتاكد. اكيد تصور صناب ان شاء الله تعال. شكرا لك. تصور معايا وانت بتتمرن ان شاء الله. وروح دقيقه بس الناس اللي يروحوا الجيم يتصور وتمشي. تصور وامشي. اهم شيء عشان نبقى صادقين مع المشاهدين يعني. شكرا لك. اوكي تعال. شكرا. ربنا يخليك. طبعا من الرياضه يا سيدي للرياضه.